السلام عليكم أعزائي المتابعين، لقد عدنا لكم بقصة مرعبة. قصة اليوم تتحدث عن طفلة سكنت في منزل مسكون لمدة 3 أشهر واسمها هو لوري. يوم كان عمرها 4 سنوات قد عثر أبوها على وظيفة في ويست فيرجينيا في أمريكا واشتروا قطعة أرض وايد كبيرة. إيش؟ مهم، قطعة الأرض جد كبيرة وكانوا مخططين أنهم يبنون منزلهم الجديد، ولكن كانوا يحتاجون بعض الوقت لكي ينبني لمدة سنة أو عدة شهور. ولهذا السبب أب لوري بعد حصوله على وظيفة أراد العثور على بيت مؤقت ريثما ينتهي منزلهم من البناء. وعندما وجد رجل عقارات المنازل عرض عليه منزل بثمن رخيص جدا، على الرغم أن المنزل كان كبيرا، ولكن الرجل الذي عرض عليهم شراء المنزل لم يريهم أي صورة أو أي معلومات عن هذا البيت، لأنه كان مصمما أن يشتروه، لأن والدي لوري كانوا على عجلة قرروا بشرائه والعيش فيه مؤقتا. ومن لحظة انتقالهم كل واحد منهم كان لديه شعور غريب اتجاه هذا المنزل، ولأن لم يكن لديهم أي حل آخر أرادوا تجاهل هذا الشعور. كما أن هناك أشياء غريبة صارت من حين لآخر، مثلا كالحمام، الماء ينسكب تلقاء نفسه ومصابيح المنزل تشتعل وتنطفئ في الوقت الذي يريدون فيه النوم. وكانوا والدي لوري يظنون أنها هي التي تلعب بالأضواء، ولكن هذه الطفلة كانت صغيرة وطولها لا يسمح لها بأن تقوم بفتح أو إشعال أي من هذه الأضواء أو إسكاب الماء في الحمام. وبعد ذلك كانوا يسمعون أصوات غريبة كشخص يتألم جاءت من غرفة الوحيدة التي لم يدخلوها التي هي القبو. يتبع تريدون تتمة القصة، ما عليكم إلا إيصال هذا الفيديو ل20 لايك وسوف أكمل لكم بقية أحداث هذه القصة المرعبة. وإذا كنتم تريدون مثل هذه الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك. ما بقى لي غير نقول لكم تلاو.